السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واش راكم الحباب؟ ان شاء الله تكونوا كل لاباس وباحسن حال. اليوم راح نبارطاجي معكم لي عشايا. درت لي بروشيت وعشا خفيف تاع سخانه، لي بروشيت تاع سكالوب، بروشيت تاع فيانداشي اللي يقولوا له كباب، و بوم دو تيغ سوتي، بطاطا سوتي. هنا عندي البطاطا رقيقه وقشرتها حرقيقه بزاف، سما نقدروا نسوتيوها بها. قصيتها على زوج وخليتها تغلي. وهنايا عندي ثوم، عندي الرابي، عندي الماء تاع البصله، عندي سكالوب، وهنا فيانداشي درت له شويه بصله، نحيت لها الماء ولي زيبيس والزيت زيتون والملح. وهذا سكالوب. واش ندير هنايا؟ نبدا اول حاجه ندير له الملح، ولا فيانداشي اوسي ندير لها الملح. البابريكا نديرها غير في سكالوب، كان دي زيبيس نديرهم في سكالوب، كان دي زيبيس ما نديرهمش في فيانداشي. درت هنا زنجبيل، وهنا الكسبر، وندير حتى في لا فيانداشي ندير الكسبر. زنجبيل ما درتش في لا فيانداشي، الزنجبيل مليح سوختو في الدجاج. وهنا درت الفلفل الكحل في سكالوب وفي لا فيانداشي، وهنا درت الكوري درتو غير في سكالوب. وندير شويه زيت زيتون البنات، ندير حتى في سكالوب، اني ما فلميتهاش خاطر من بعد فكرت بلي اني ما درتش. نخلط الميلونج كامل ونروح نجيب شويه كاتشوب، نزيد لها شويه كاتشوب. اللي ما عندوش كاتشوب قادر يدير شويه حمغر، شويه تحفي مغر في الطوماط كونسونطري، شويه برك، حاجه قليله على جال اللوغو برك، وتعطيك شويه دوغي في الفاسكالوب، يعودوا بيان دوغي ما يحمرونكم فيت في. هنا الماء تاع البصله ندير لها حتى هي لي زيبيس البنات، نحط لها فلفل الكحل، الملح، زيت زيتون، البيمون دو، بابريكا، ونخلطها. هذا ما كان يحب يزيد لي زيبيس لي بغا يدير، خاطر انا هذه ندهن بها من بعد الكباب لا فيانداشي. هنا البصله مع لي زيبيس مع شويه زيت زيتون نخلطهم باش نخدم لي بروشيت تاعي. والبطاطا راهي تغلي البنات، كي تهز الغليه 15 دقيقه طفيوها، طفيوها نص طياب وخليوها تبرد شويه باش نصوتيوها، باش ما تلقش ما تدخلش في ما تبزدش، سينو راهي تمرسلكم. هنا نعبي لي بروشيتكم طول مون. واش هو اللي يحب يفرق بيناتهم؟ بالبصله ولا بالفلفل الحلو ولا بالطوماط سوغي يدير. انا درتهم نورمال ما درت فيهم والو، باسكو ولادي ينحيهم ما تيشوهم علاه بزاده لو ما درتش. هنا نخدم لي بروشيت تاع شيش كباب، نحط كيما هكا ونبقى نخدم بيدي ونخدم ونمشيهم في البروشيت ونطولهم. ما لا فيانداشي نمشيها كامل زعما، لا كيما هكا نعدلهم مليح ونزيد نخدم الاخرين. تالمون شويه خفيفه، عندي صعوبه باه نحطها في البروشيت، بورتون اللي ما فيها اللي عظمني والو. هذه هي البنات، هذوما لي بروشيت، خدمت لي بروشيت منهم. هنا عندي سوتيس كبيره جبتها، لحت فيها شويه زبده، لحت فيها شويه زيت زيتون، ونحط البطاطا وحدها ما فيها حتى حاجه تتصوطى. هنا هني نعطيكم هذا الماء تاع البصله اللي داويناه، هذو لي زيبيس اللي حنديرهم في بوم دو تيغ، في البطاطا والملح والثوم البنات. هذا واش نحتاج. هنا نحط اول حاجه بطاطا وحدها، اكوشتوها نص طياب، كي مسيتها راهي ماشي طايبه برسك، علاه البنات كون طيبها نحطها راح تفزد اسما. وحطتها بقشرتها، قشرتها رقيقه اسما، يعني احنا عندنا هذه بطاطا صغيره، هذه تقدري تاكليها كامل قادره بكل تشويها. علاه درتها بها؟ باه تحكم لي كيلي مختاحة، تكون متماسكه، ما تعود لكمش، ما تدخلش في بعضها وتتمرس اسما، تعود لكم كي البيوري. هنا غطيها باه منها تتقلى تحمر، منها تزيد طيب مليح. شوفوا البنات كيف تحمر لكم، شوفوا القشره كي ديري لها كطير. هنا باش ندير لها نزيد لها الثوم، الثوم يخليه يتقلى مليح. شوفوا البنات من بعد يتبلي الثوم باسكو الزيت راهي سخونه، وتم الريحه، الريحه ما خلاتش. واش ندير لها هنا البنات؟ درت لها الزعتر لوتان، اللي يحب يدير اللي ما يديش هذا اختياري. لحت هنا البنات، لحت المعدنوس ماشي الدبشه، المعدنوس. هنا البنات في لو بلا هذا تقدروا تزيدوا تفوروا لي زاريكو، يعني زاليكو، تقدروا تفوروا السناريه الكاروت وتقصوها ديزاميل وتفوروها وتزيدوا تصوطيوها باه يجيكم صحن مشبع. هنا واش درت؟ درت فلفل الكحل، ودرت كزبر، ودرت ملح،
ودرت له تاع الزعتر هذا واش درت المعدن نص الثوم هكا صوتيتها ما زدت والو. اللي يحب يزيد يدير عسل قرص يدير، اللي ما يحبش ما يديرش. هنا سايت صوتات طفيت عليها، هنا حطيت عندي هنا شوايه تاع فونت ثقيله بزاف نشوي فيها فريمون، راهي عندها ديزاني وديزاني اذا ما فيها عندها 16 سنه قليل. هذا الماء اللي داوي اللي داويناه نتاع البصله نمسح بالبانسو نمسحهم باه يزيدوا يطلقوا البنات تاعهم ونحمرهم البنات. هذه هي دوما لي بغوشات تاع الكباب ولا كيفاه يقولوا لهم، انا نقول لهم بغوشات فيونداشي. هلا وهنا نزيد ندير تاع سكالوب، يعني ننصحكم ديروا الطريقه تاعي. واللي عندها لا غري في الدار هاي تخدم فيها، اللي ما عندهاش تقدر دير في اي مقله وتشويهم يجوها بنان يجيو خير من تاع برا، يعني الاخره نظاف وحاجه يعني باينه تاع دار. هذه يا الحباب ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاعي، ما تنساوش لايكي ما فيديو والاشتراك اذا امكن ذلك. هذا ما كان، ابقوا على خير، على بروشان ريسيت مع نوال.